جت هاي الدور سكنية ما كاملة، هاي الدور السكنية ما كاملة، فلوس راح تبني بيهن انت تعال كملها ذني، وباقي الفلوس اللي تزود عندك فايض راح يصير عندك فاض، انطيها جيب بها بطاقة تموينية للشعب العراقي وزحن للفرد العراقي كل واحد 15,000 على البطاقة التموينية. يلا شوف يا رئاسة الوزراء، شوف هاي الدور السكنية ايش قد صاير لها، هاي من 2010 مدري من 2009 مدري من 2011. يلا ها شوف شوف ايش قد يعني قل له ذن قراب يعني مو شبعد هني، هاي بالبصرة، هاي بالبصرة بالتنومة تعرفها كلها تعرف وين. شوف الشيش يلا شوف هاي يعني هاي يحتاج لها بنى تحتيه ويحتاج لها تبليط ويحتاج هاي الفلوس اللي تريد تبني بيها على الجديد اللي سويت لك بيها سمعة انت وسويت لك بيها صيت وسويت لك بيها فد اعلام القراب الدنيا عليهن. يلا شوف شوف هذا اني ايش قد يحتاجين، ما يحتاجين نص المبلغ بعد اللي مرصود اذن انت المبالغ اللي راح ترصدها ربع المبلغ اللي راح ترصده على الجديد. يلا شوف ايش قد راح اهلك ايش صاير نمشي بسياره، ما جاي نمشي مشي ولا نمشي على بايسكل ولا نمشي بدراجه، سياره. شوف ايش قد شوف شوف ايش قد ايش قد هذا ايش قد يحتاجين يعني هذا الهن ناس تشوف سكن بيه كملهن يا ناس ما شوف بالعظمه.